تعالى على هذا البلد الأمين الذي أكرمنا فيه رب العالمين بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام. أنا سعيد بالمشاركة بهذا الحفل، هذا الحفل الكريم في المدرسة العتيقة لحفظة القرآن. أنا أول مرة أتواجد في هذا المكان، وأنا أشعر بالفخر من ما شاهدت من طلبة استطاعوا أن يحفظوا القرآن، من هذا الاحتفال المهيب، من هذا الحرص على القرآن الذي عمق اللغة العربية وجعل وسيلة للتواصل بين كل أبناء المغرب في كل مكان. المغرب ينفرد و له خصوصية في وجود هذه المدارس، ربما لا توجد في أي بلد إسلامي آخر. فتحية للمغرب على هذا الجهد الكبير، تحية للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وشكرا.